طيب، روسيا تتمسك بشرط رئيسي من أجل التفاوض مع أوكرانيا، يتمثل هذا الشرط في إبداء أوكرانيا لحسن النية. ماذا تعني هذه الكلمات من قبل المسؤولون الروس من وجهة نظرك؟ إبداء حسن النية أي موثقة دون شروط، بمعنى آخر أن روسيا أوكرانيا تعترف بالسيطرة الجغرافية للأربع أقاليم الأخيرة ما بعد القرم. طبعا نتحدث عن أربع مقاطعات قد تم ضمها مؤخرا بموجب قوانين سنت قوانين وضعية سنها الجانب الروسي وتم الموافقة عليها في داخل البرلمان، ربما يعني هي التي تقصد بها أي المحافظة على تلك المكتسبات. ولكن ما يدفع ذلك هي ليست فقط على تلك الأربع مقاطعات، أعتقد أن الاستراتيجية الروسية يعني لديها رغبة في السيطرة على الكامل الجغرافي الأوكراني، نظرا لأن يعني حلف الناتو بات اليوم يحاصر روسيا بشكل يعني بشكل شبه كامل، فالولايات المتحدة متواجدة في كل البحار وهي سيدة البحار بالنسبة للعالم، كذلك أيضا سلاح الناتو، نتحدث عن مجموعة من الدول المحيطة بالجانب الأوكراني كلها باتت يعني تحاصر الجانب الروسي، بولندا، المجر، كذلك أيضا رومانيا، وصولا إلى محيط البحر الأسود هنالك القطع البحرية الأمريكية المتواجدة، وربما قد يكون هنالك تداعيات لمشاركة بعض القطع الروسية القطع البحرية الروسية نتيجة الاستهداف من قبل الجانب الأوكراني. أيضا هنالك عمليا هنالك يعني إرسال لشحنات لبعض الصواريخ أرض بحر التي يستخدمها الجيش الأوكراني في استهدافه لبعض القطع البحرية، وأهم تلك القطع البحرية موسكافا التي تم إغراقها، كذلك أيضا هنالك الكثير من الزوارق البحرية قد تم إغراقها. لذلك روسيا تحاول ضبط المشهد على ماهيته من أجل انتقال إلى خطوة يعني مستقبلا، لذلك هي تترك الباب مفتوحا تجاه أي حل بادرة حل توقف المعركة بالمرحلة الأولى على غرار ما حصل في سوريا كإنشاء مناطق خفض تصعيد أو ما إلى هنالك من أجل الوقوف عند تلك المكتسبات ومن ثم الانطلاق إلى عمليات عسكرية جديدة ربما قد تحرز فيها تقدم في الأيام، يعني وفق الرؤية الروسية تقدم أي إصدار أي يعني أي تقدم نوعي ربما قد تقدم عليه في الأيام القليلة القادمة أو بداية الصيف القادم.